بسم الله. تعال نشوف هنا، تعال نشوف هنا، قلنا محمد دوت اي ادانا ايه، او حطينا فيها ايه بلاك. طيب لو قلنا كونسول دوت اي محمد دوت اي يبقى هيدينا مين الجيت ولا الست؟ تعال كده نحط، اعمل هنا بيك بوينت، تعال نحط هنا بيج بوينت، وتعال نتك اف 11. شايفين يا جماعة؟ ادي بص، هو داخل هنا قالك محمد دوت اي بيساوي بلاك، اهي واقفين عليها اهي. اول ما يتك في 11 كمان هيخش على ايه؟ على البوابات. اول ما دخل على الجيت ولا الست؟ ست، اللي احنا هنا بنحط قيمة في مين؟ في الاي اللي هي سمول. دلوقتي احنا بنحط قيمة في الاي اللي هي سمول، تمام؟ تك اف 11، شايفين؟ الفاليو بقت بكام؟ بقت بلاك. والاي اللي فوق هتبقى بكام؟ هتبقى بلاك، شايف؟ تمام. تعالى تك اف 11 كمان، وتعالى نخش على كونسول دوت لاين. ادي كونسول دوت لاين، تدخل عليه على طول على الجيت، قال لك هتجعل القيمه الموجوده في مين؟ في الاي. واصلا الاي القيمه اللي كانت في الاي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي بلاك، فهو هيجعلك القيمه بلاك وهيجمع لك على الشاشه كلمه بلاك. ده اللي احنا نقصده بكلمة بروبيتي. طيب في حاجة عايزين نقول عليها، ايه هي؟ في حاجة عايزين نقول عليها، من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها حتة بابليك ومش عارف ايه والكلام اللي انت بتقوله ده، دي بقى وقتها اللي احنا نبدأ نعرف عن ايه بابليك. تعال نشيل كلمة بابليك من هنا كده، وتعال نشيل كلمة بابليك من هنا كده. بعتنا فيلد، عندنا اتنين فيلد بس مش بابليك، مش مكتوب جنبها كلمة بابليك. تعال نقول هنا، نخش كده نقول محمد دوت، ايه اللي طلع لنا؟ طلع لنا البروبيتي بس، طلع لنا البروبيتي بس، ما طلع لناش الايه؟ الفيلد. لان الفيلد ايه؟ الفيلد هنا مش بابليك، امال ايه؟ حاجه اسمها برايفت. يبقى احنا دلوقتي نصنف في حاجتين، حاجه اسمها بابليك وحاجه اسمها برايفت. البابليك هي الحاجه العامه اللي احنا ممكن نشوفها، انما دلوقتي طالما ما حطيتش كلمة public جنب string i و string هي، فتعتبر الاتنين دولت يعتبروا private. private يعني ايه؟ private يعني غير متاح اللي احنا نشوفهم. بص للتأكيد تعال نحط جنب ال i كلمة public، وتعالى فوق على محمد كده شوف الاي طلعت اهي، لان الاي هنا محطوط جنبها بابليك متاح ممكن اي حد يشوفها. انما لا، في هنا فرق بقى، الحاجه دي برايفت ولا بابليك؟ لو برايفت هتبقى خاصه محدش يشوفها، انما لو بابليك تبقى عامه للناس كلها. طب الشغل الصح ازاي؟ قالك بص، الشغل الصح اللي انت تخلي جميع الفلدات بايفت، وتعمل لكل واحدة منهم بروبيتي بابليك. تاني كده، ركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعة عشان مهم. الشغل الصح ايه هو؟ اللي انت تحط اي فيلد تخليه بايفت،
اي فلتر تخليه واي فاي، انما وتعمل لكل واحده منهم بروبرتي بابليك، بحيث ان احنا ما نوصلش لما نيجي نعمل اوبجكت من الكلاس ديت ما نقدرش نوصل للفلدات، وما نوصل ليها عن طريق ايه؟ نوصل ليها عن طريق البروبرتي. شوف احنا دلوقتي وصلنا للاي والهي، هما الاثنين وصلنا لهم، وصلنا لهم عن طريق الايه؟ عن طريق البروبرتي بتاعتهم، انما هما ذات نفسهم ما نقدرش نوصل ليهم هما ذات نفسهم، لما نوصل بهم عن طريق ايه؟ عن طريق البروبرتي. مفهومة حتة النقطة دي؟ طب تمام. كده احنا عملنا حاجتين، عملنا الفيلد وعملنا البروبيت. هنخش على تالت حاجة اللي هي الميثود، لكن في المحاضرة الجاية ان شاء الله.